الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير تحت عنوان المربعات الصغرى غير المباشرة Indirect Least Squared، في طبعا موضوع الاقتصاد القياسي. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا أحبتي، وعلى بركة الله نبدأ. تعد طريقة التقدير بواسطة المربعات الصغرى غير المباشرة Indirect Least Squared ILS من الطرق الهامة في تقدير معلمات منظومة المعادلات الآنية، أو ما يسمى Simultaneous Equation System، خاصة عندما تكون المعادلة الآنية معرفة بالتمام، أو ما يسمى Exactly Identified، يعني محددة أو مميزة. نقول Exactly Identified معناته معرفة أو مميزة محددة، أي نستطيع تقدير معلوماتها. وهذه الطريقة المربعة الصغرى الاعتيادية، عفوا الغير مباشرة، تساعد كذلك في بعض النماذج القياسية التي تستدعي معالجة خاصة. لنفترض على سبيل المثال بأن باحثا ما يريد تقدير معلومات منظومة الطلب العرض الآتية. قال الآن معادلة الطلب Q sub T تساوي A0 زائد A1 في PT زائد A2 في YT زائد الخطأ الإبسلون، هذه طبعا هذه QT الطلب. الآن عندي هذا سعر السلعة وهذا دخل المستهلك. والآن معادلة العرض Q sub T تساوي B0 زائد B1 في PT فقط، يعني هنا الآن هناك متغير خارجي واحد وهو الدخل أو Y، ومتغيران هناك متغيران داخليان هما P و QT، وهنا الآن هناك متغيران داخليان وليس هناك متغير خارجي. الآن متغيران داخل PT و QT، طبعا هنا عرض هنا طلب. عند التدقيق في إمكانية تقدير معلومات النموذج، أي نموذج هنا طبعا السيستم كله، بواسطة اختبار تمييز أو تشخيص أو تحديد المعادلات Equation Identification، نجد بأن معادلة الطلب غير معرفة. هذه المعادلة unidentified غير معرفة، أما معادلة العرض فنجدها معرفة بالتمام exactly identified حسب شرط الرتبة وحسب شرط الترتيب. نتابع الآن. لأن معادلة العرض معرفة بالتمام أو exactly identified، يمكننا تقدير معلوماتها بواسطة المربعات الصغرى غير المباشرة كما يأتي. الخطوة الأولى الحصول على معادلات الصيغة المختصرة. إذن أول خطوة في المربعات الصغرى غير المباشرة نحصل على معادلات الصيغة المختصرة، أو ما يسمى Reduced Form Equations كما يأتي. الآن هذه معادلة الطلب وهذه معادلة العرض. الآن عند التوازن عندما تتساوى الكميات المطلوبة مع المعروضة ينتج عن ذلك حسب نظرية الجزئية سعر توازن وكمية توازن، وبالتالي الآن هذه الجهة من دالة الطلب أو معادلة الطلب تساوي هذه الجهة من معادلة العرض. فإذا عند التوازن هنا A0 زائد A1 في PT زائد A2 في Y، طب T زائد الإرور هنا يساوي B0 زائد B1 في PT زائد الإبسلون هنا، يعني هذا الإبسلون المعادلة الأولى وهي الإبسلون اللي هو الخطأ، يعني الخطأ المعادلة الأولى وهذا الخطأ المعادلة الثانية. نجد من التوازن الآن تحتاج إلى حل آني، يعني نسميها simultaneous solution. فالآن راح يتعقد شكل المعلومات اللي بقدرها، وبالتالي الآن معادلة السعر الآن سعر التوازن تساوي ثيتا نوت زائد ثيتا 1 في YT زائد الخطأ الجديد. الآن هذا ليس هذا خطأ جديد، لأنه يكون يعني مكون من توليفة من الخطأ هذا وخطأ هذا، زائد أنه من كذلك المعلومات المقدرة أو المعادلات الهيكلية هنا. لكن هذه من أين سنأتي بها؟ هذا التعريف الآن، حيث الآن هذه ثيتا نوت تساوي B نوت هذه ناقص A نوت هذه، إذن هذه ناقص هذه تروح منها، مقسم على A1 مطروح منها B1، وثيتا 1 تساوي A2 هذه A2 هنا أعذولي مقسم على A1
A1 ناقص B1 هنا. والآن الخطأ الجديد هو عبارة عن توليفة من الخطأين الأول والثاني، لكن مطروحات بعضها مقسمة على A1 ناقص B1. إذا لاحظوا لي هنا كل اللي بالمقام هنا A1 سالب B1 A1 سالب B1 A1 سالب B1 كله الآن يعني معروف القاطع المشترك. أرجو أن يكون لديك قلم وورقة وأن تتأكد من أن هذه القيم هي ما ينتج عن الحل التوازني أو الآني. نتابع الآن بالنسبة لمعادلة الكمية التوازنية. أما حساب الكمية التوازنية فيكون كما يأتي: إلى هذه الكمية التوازنية Q T تساوي ثيتا 2 زائد ثيتا 3 في Y زائد طبعا الإبسلون الجديد أو الخطأ الجديد، حيث الآن ثيتا 2 تساوي A1 في B0 سالب A0 في B1 مقسم. لاحظوا العامل المشترك اللي هو A1 سالب B1 دائما في المقام لكل معادلة السعر ومعادلة الكمية. فالآن ثيتا 2 تساوي A1 B0 سالب A0 B1. وأرجو أن يكون لديك قلم وورقة وأن تتأكد من هذا الحل. بالنسبة إلى ثيتا 3 تساوي A2B1 مقسم على A1 سالب B1 عفوا. والخطأ الجديد هو عبارة عن توليفة من الخطأين A1 A2 إبسلون 2T سالب B2 في إبسلون 1T مقسم على A1 سالب B1. أوكي، أي أن الصيغة المختصرة الآن معادلة السعر ومعادلة الكمية التوازنية هي كما يلي. الآن سنحتاج إلى تقدير P باعتماد على Y و Q باعتماد على Y من طبعا البيانات المتاحة للباحث. والآن هذه للتذكير فقط بأن B0 تساوي ثيتا 2، B0 اللي هي نقطة التقاطع في معادلة العرض تساوي ثيتا 2 هذه سالب B1 في ثيتا نوت، و B1 تساوي ثيتا 3 مقسم على ثيتا 1. طبعا الآن الحساب بين إن شاء الله كيف نحصل عليها. الخطوة الثالثة أو عفوا الثانية توظيف طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية Ordinary Least Squares في تقدير معلمات الصيغة المختصرة. يعني نقدر هذه المعلمة وهذه المعلمة وهذه المعلمة وهذه المعلمة بطريقة الـ OLS أو الـ Ordinary Square أو طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية ميم صاد عين. أوكي، نتابع بإذن الله. الآن مثال لنفترض توافر البيانات الآتية عن المتغيرات المبينة في الجدول. الآن لدينا هذا الجدول، هذه الفترة T1 2 3 إلى 22، إن لدينا 22 فترة. كمية الإنتاج من هالسلعة التي نتحدث عنها بدينا ب 67.9 85.8 إلى أن ننتهي من 111.1. سعر السلعة P sub T الآن ب 51.9 56.1 إلى أن ننتهي 130.1. ودخل الفرد الآن هو المتغير الخارجي، هنا المتغير الخارجي هذا ومتغير خارجي هذا. لاحظوا لي 31 اللي هي 31.5 51.9 وهكذا. أوكي، الآن المطلوب تقدير معلومات الصيغة المختصرة. هذه الصيغة المختصرة الآن P T تساوي ثيتا 1 زائد ثيتا 1 في Y. وعندي الآن لاحظوا لي أنه ثيتا 2 زائد ثيتا 3 وهكذا. كانت الآن P لاحظوا الآن نتائج التقدير، يعني الآن أرجع بس هنا هذه معادلة السعر التوازن وهي معادلة الكمية. نريد أن يعني نحتاج إلى تقدير هذه ثيتا نوت ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3 من هذه البيانات. فكانت النتيجة الأولى اللي هو معادلة السعر كانت 72.28.55.00435 في واي تي، هي الآر سكوير. والآن لاحظوا لي أنه هذه القيمة هنا يعني الخطأ المعياري، لاحظوا لي أنه منخفض نسبة لهذا، وبالتالي قيمة T المحسوبة تكون عالية. كذلك الأمر قيمة T المحسوبة عالية بتكون عالية هنا. هنا الآن معادلة الكمية 3.9670
زائد فاصل 0.019945 والآر سكوير تساوي 41.8. رغم أنه منخفض الآر سكوير، لكن لاحظوا لي هون الخطأ المعياري منخفض والخطأ المعياري منخفض، وبالتالي قيمة تي بتكون عالية جدا، وبالتالي يعني تقدير معلومات مقبول من ناحية إحصائية على الأقل من ناحية إحصائية. هذه الآن ثيتا نوت اللي هي الأولى نقطة تقاطع، هذه ثيتا 1، هذه الآن ثيتا 2، وهذه ثيتا 3. الآن سنستخدم هذه الآن الـ يعني البيانات هنا بتقدير المعادلة العادية. بما أنه الآن بيتا نوت تساوي ثيتا 2 سالب بيتا بي 1 عفوا، لأن بي نوت اللي هي نقطة تقاطع في منحنى أو دالة العرض تساوي ثيتا 2 سالب بي 1 في ثيتا نوت، وبي 1 تساوي ثيتا 3 مقسم على ثيتا 1. الآن بي 1 محسومة اللي هي ثيتا 3، هذه القيمة مقسم على ثيتا 1 اللي هي هذه، يعني حاصل قسمة هذه على هذه. والآن بي نوت تساوي ثيتا 2 هذه 83.76، مطروح منها هذه القيمة اللي حسبناها اللي حاصل قسمة هذه على هذه، مطروح منها ثيتا 1، وبالتالي بتكون النتيجة كما يلي. هنا هذه النتيجة التي حصلنا عليها، علما بأن الآن بيتا 1 تساوي حاصل قسمة هذه الكمية على هذه الكمية بتكون 0.4590. الخطوة الثالثة الآن حساب معلومات دالة العرض من هذه القيم التي بالحالة هي تساوي اللي هي كيو صبتي معادلة العرض اللي حسبناها 50، هنا 50 من هذه اللي هي لاحظوا لي هون بيتا نوت سالب ثيتا 2 سالب بي 1 في ثيتا نوت تساوي 50.7881 زائد هذه اللي حسبناها من هون اللي هي بيتا في ثيتا، اوكي حاصل قسمة هذه في هذه وبتساوي هذه القيمة، اذا 45.90 بعد الفاصل. اكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع عن المربعات الصغرى غير المباشرة، وهي طريقة مهمة جدا في المعادلات الآنية. راجع أن أكون قد قدمت الفائدة لكم أحبتي جميعا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.